السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني الاعزاء، كي دايرين؟ بخير، نتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير. كي داير الامور؟ كلشي مزيان. الجو تبارك الله راه بدات يزيان عاوتاني ديال لي زونطريمون المسائل. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي هو مهم وسولوني فيه بزاف ديال الناس، اللي هو طريقه الغذاء فوق الدراجه. انا اليوم جبت لكم هذا الفيديو، هذا غادي يعاونكم بزاف باش تطوروا المستوى ديالكم ان شاء الله بشوي بشوي، يعني فيديو مورا فيديو ان شاء الله. راه غادي نعطيكم يعني معلومات، يعني دو باز اساسيه اللي غادي تحسن من المستوى ديالك وغادي تولي تطور المستوى ديالك بلا ما تحس. غادي نعطيك يعني الا تبعتي شي تنقول لك. دونك اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا الموضوع ديال التغذيه فوق الدراجه، كيفاش كناكلوا فوق الدراجه. راه واحد الموضوع اللي هو مفيد وبزاف ديال المعلومات فيه. دونك تصنت الفيديو، حاول تصنت الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تفلت حتى شي معلومه. والا عجبوك هاد الفيديوهات اللي كندير، دير واحد جيم للفيديو، واحد اشتراك الا كنتي اول مره كتزورنا، مرحبا بك. دونك نبداو الموضوع ديالنا على بركه الله. بسم الله على بركة الله. نبداو الموضوع ديالنا بكل يعني بكل بساطة وبكل سهولة، بلا ما نكثر عليك الهضرة، لأن جيت نهضر معاك في الموضوع ديال التغذية. راه واحد الموضوع اللي هو كبير بزاف، وخصنا نجيبو نيوتريسيونيست يقعد حدايا ويبدا يهضر معانا ونقعدو في الموضوع واحد ساعة ديال المكانة ولا ساعة ونص ديال المكانة. دونك أنا غادي نحاول نعطيك اللي هو ضروري اللي كيفيدك، أنه فوق اللي يفيدك فوق الدراجة ديالك ويحسن الأداء ديالك يعني بكل بساطة. دونك أول حاجة اللي غادي نقول لك اشنا هي واحد القاعده اساسيه خصك ديرها في يعني خصك ديرها في عقلك، اللي هي واحد القاعده ديال 45 15. اشنا هي 45 15؟ هي ناكل في كل 45 دقيقه ونشرب الماء في كل 15 دقيقه. دونك انا عطيت دابا الوقت اللي هو 45 دقيقه ناكل فيها ونشرب الماء في 15 دقيقه. واللي مهم هو الكميه ديال شحال ناكل وشحال نشرب، باش ما يوقعش عندنا، باش ما تنفخليش كرشي وصعب عليا الهضم ونولي غادي ثقيل وكل شيء. بزاف الناس كيوقع لهم هذا الشيء هذا، وحتى انا وكان وقع ليا. دونك شنو اللي غادي دير؟ الجسم الانسان في وقت ديال التمرين راك محتاج تاكل 60 غرام ديال الكربوهيدرات لي غليسيد، تاكل 60 غرام ديال لي غليسيد الكربوهيدرات، وتيخصك تشرب بين السيترو ديال الماء حتى لتر ولا ربع ديال الماء، يعني 750 مليلتر ديال الماء، بين 500 مليلتر بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش اللهجه ديالتنا، انا كنحاول نوضحها لكم، بين 500 مليلتر حتى 750 مليلتر ديال الماء. دابا اتفقنا، دابا عندنا لافاز ديال الماكله، خصنا ناكلوا 60 غرام ديال الكربوهيدرات ونشربوا بين السيترو الماء حتى لتر ولا ربع ديال الماء. اتفقنا ياك؟ فين نقدر نلقى هاد الكربوهيدرات؟ نقدر نلقاهم في دوك القطاع ديال الطاقه المغذيه اللي بحال كنت قلت لكم شحال هادي كنت قادير لكم هاد الفيديو ديالها كيفاش تقادوها، يعني كطيح رخيصه. دير غير داكشي اللي قلت لك، فيهم المكسرات، شويه ديال التمر، شويه ديال الزبيب، شويه ديال هذا، وكتخلط نعماسي، كتعجن داكشي، كطحنو كتعجنو، كديرو كتلويه، كديرو في جيبك وكتهز، كتاكل كل مره كتاكل سميتو واحد البار. هادو في ما يخص يعني البار انرجيتيك، سينو هز معاك البنان، فيه البوتاسيوم، فيه البوتاسيوم راه مهمه، رد البال، البوتاسيوم راه مهم، وفيه الجلوسيد، فيه السكريات، فيه الكربوهيدرات، المهم مبرع البنان، خذ التمر، خذ الزبيب، شوف انت حاولت الا لقيتي تشري هذيك التايه ديك لي بات دو فروي، داك واحد المعجون ديال الفواكه تيكون حلو، تيكون على شكل قطع كيتباع في لي سوبر مارشي، تا هذيك تقدر ديرها في جيبك حلوه كتاكلها، يعني هذا الشيء اللي تقدر تاخذ يعني فوق الدرجه ديالك. اما بالنسبه للماء، انا الماء كننصحك اخويا دير معاك دو بيدون، يعني جوج قنينات ديال الماء، الماء يكون فيها ماء عادي صافي ما فيه والو، وواحد المشروب اللي تيتسمى مشروب طاقي. هذاك المشروب الطاقي ولا بد انه يكون عندك في الدراجه. علاش؟ لانه الماء عنده واحد المفعول انه كيغسل العضلات، المفعول ديال انه كيغسل العضلات. فحنا فاش كنكونوا تنديروا المجهود راه كنفقدوا املاح معدنيه، فيتامينات، احماض امينيه، كيمشيو بزاف، خصنا هذاك المواد اللي ضاعوا لينا في المجهود باش نبقاو محافظين على الاداء ديالنا. تصنت ليه باش نبقاو محافظين على الاداء ديالنا تيخصنا نعاودوا نعوضوه. دونك فاش غادي نعوضوه؟ يعني بداك الماء اللي الطاقي اللي كيكون فيه لي زيليكتروليت، اللي عندنا الاملاح المعدنيه والجلوسيد والكربوهيدرات، المهم كلشي كيكون فيه، والفيتامينات كيكونوا واحد الخنيشات كيتباعوا كتميلونجيهم معاهم، لا سينو دي اقراص
اقراص كيتباعوا ديرهم تزيدهم في الماء تخلطوا تحتو جميع العناصر الغذائيه تكمل لك تولي داك الماء انرجي تولي مشروب طاقي. سينو ما عندكش هذا الشيء هذا ما متحلكش انك تشري داك الشيء تقدر دير واحد الحاجه سهله تاخذ غير الماء دير فيه سيرو واحد القريصه ديال الملحه سيرو حمار ولا اخضر اللي بغيتي انت على حسب المذاق ديالك. سينو دير العسل في الماء هذا وما تنساش ديما ديك القريصه هذاك ديال الملحه تزيدها في الماء دونك وكتخلط داك الشيء وكتشرب مع راسك دونك انت ولي عندك المشروب الطاقي وعندك الغذاء ديالك في الجيب دونك انت وليتي عندك باش تقدر تخرج فوق الدراجه يعني عندك الجلوسيد الكربوهيدرات اللي هما مهمين راه عندك دايرهم في جيبك هزهم في جيبك وما باقي في الماء راه هو عندك دونك عندك باش تمشي في كل رحله يعني في كل ساعه عندك ما تاكل دونك ونعاود نجدد الغافيتايمون ديالي قد ما وصلت شي بلاصه من الطاقه نحاول نتقدا عاوتاني البنان التمر المسائل نعاود نديرو في جيبي والما تقدا لي نعاود نعمر الماء ديالي ونمشي نتوكل على الله. سينو عندك خريشات بحال هكا جاو دوك المشروبات الطاقيه حتى هما حط واحد جوج في جيبك ولا ثلاثه على حسب يعني المسار ديالك. كما انه ذكرت تغذية فوق الدراجة لابد أنه خصني نشير العوامل اللي كتأثر في الطاقة. العوامل اللي كتأثر في الطاقة أول حاجة اللي هي الطقس والمسار اللي خديتي المسار والنوعية ديال التدريب اللي غادي دير لأنه هادو كلهم كيأثروا على نفاد يعني الطاقة ديالك فوق الدراجة. مثلا في فصل الشتاء الجسم ديالنا كيفقد طاقة كثيرة علاش؟ لأنه كيدخل في واحد الحالة ديال الطوارئ فاش كن حيت أصلا الجسم ديالنا كيما قلت لكم في الفيديو السابق اللي بحال حطيت لكم أنه كيحرك واحد تيغموموليكول ديال أنه خلايا يعني مسخنة للجسم كتسخن الجسم باش يخدم الجسم ديالنا ويخدم الأعضاء ديالو في أحسن حال باش تتعامل مع الجو اصلا كيفقد واحد الطاقه اللي هي اصلا كي باش يسخن الجسم وانت كتزيدوا المجهود البدني اللي هو المجهود قوي ديال ركوب رياضه ركوب الدراجه لانه رياضه ركوب الدراجه من اصعب واقوى الرياضات اللي كتفقد فيها الطاقه دونك تيدخل هو في حاله الطوارئ يعني كيولي كيكونسومي يعني كيستهلك اكثر الطاقة. فصل الصيف ما كنحتاجوش انه نضيع الطاقة بزاف ولكن الجسم ديالنا كيفقد بزاف ديال الاملاح المعدنية وكيفقد بزاف ديال الفيتامينات بفعل الحرارة انه الجسم ديالنا كيتعرق بزاف ما كيكونسوميش قد داكشي تيكونسومي كما قلت لكم في الشتوى يعني ما كيحرقش السعرات الحرارية كما في الشتوى ولكن كيفقد بزاف ديال الاملاح المعدنية بفعل التعرق دونك ولذلك خص يكون عندنا المشروب الضروري وضروري كنأكد عليها يكون عندنا مشروب طاقي في فصل الصيف يكون فيه ليزيكتروليت يعني الاملاح المعدنيه والفيتامينات حاول باش ما خرج معاك دو بيدون وحاول دير فيهم بجوجهم يكونوا باردين وحاول يكون فيهم داك الاملاح المعدنيه. اما بالنسبه للتدريب ديالك والمسار كما كتعرف المسار ديال يعني الطريق يعني المسطحه ماشي هي الطريق الجبليه هنا كنلاحظوا بان المجهود مغاير ماشي بحال وكذلك والمثال للتدريبات التدريب الا كنتي داير واحد التدريب اللي هو خفيف مثلا شي ريكوبيراسيون ولا شي اونديرونس ولا شي حاجه يعني تيكون المجهود يعني ضعيف بلا ما نحتاج ناكل بزاف. باغ كونتخ الا كان مثلا عندك تدريب قوي مثلا بتخدم البي ام ولا بتخدم لو سي ولا بتخدم التيمبو ولا بتخدم مثلا الجبال ولا شي حاجه هنا عاوتاني التغذيه يعني ليس ماشي بحال الا كنتي بديتي دير يعني التدريب يعني خفيف خاصني عاوتاني ناكل مزيان وندير بحساب انه راه نقدر في اي وقت يجيني هبوط ديال الطاقه ولذلك خاصني نكون ديما عندي ديك الاستباقيه انه ناكل قبل ما نوصل. دابا وصلت واحد الجانب اللي هو مهم واحد الجانب اللي هو مهم وتيغفلوا عليه الناس بزاف واش الغذاء فوق الدراجه يعني التغذيه فوق الدراجه كافيه؟ غادي تجاوبني غادي تقول لي هي كافيه راه كناكل لا غير كافيه احبيبي لان الجسم ديالك ما شحنتيش قبل ما تخرج انت للتمرين ولا تخرج للسباق ديالك. ديما اخوان الرياضي بصفه عامه تيكون عنده واحد لو ستيل دو في واحد نمط الحياه رياضي يعني حتى النهار اللي كتكون روبو ما كترينيش فيه مثلا ولا كتحاول ديما تاكل الغذاء المناسب يعني الغذاء ديالك يكون واحد الجوده ويكون غذاء قوي علاش؟
باش ديما الجسم ديالك كتشحنو بالطاقه. يعني ديما تيحاول انه فاش كتكون كتريني الجسم ديالك اش ولي كيدير، تقول زكا راه هاد السيد راه ولا كيتريني، راه كيتريني ديما، اجي خصني ديما ندير واحد الاحتياط ديال الجلوكوز، واحد ديال المواد الغذائيه نخبيهم في العضلات، لانه راه اي وقت يقدر ينوض يبدا تيتريني وخصني نكون عندي المجهود. دونك الجسم ديالك تيبدا تولي عنده عاده انه يربي ويخزن الطاقه في العضلات. الله يجزيكم بخير. تنقول عاوتاني الغذاء الطبيعي المختار اللي كتسيليكسيوني، اما الغذاء المصنع انا غادي نجاوب واحد السيده كانت هضرات معايا قالت لي واش المناضه، قالك نصحوا الناس تشرب المناضه. اي غذاء الله يجزيكم بخير، اي غذاء مصنع راه تيكون دار الجسم. علاش دار؟ حيت تيكونوا فيه مواد مصنعه، كاين مواد حافظه، مواد بزاف، هذوك تيدخلوا الجسم ديالنا على شكل سموم، فاش كيشدوهم الجسم تيوليو تيكونوا معادن ثقيله، ودوك المعادن الثقيله يعني تتكون سموم، ودوك السموم كيبلوكيهم الجسم ديالنا مع الدهون، وكيولي الجسم ديالنا ثقيل، وتيولي الاداء ماشي هو هذاك، وداكشي حتى هو كيأثر بزاف على العضلات. دونك نحاولوا نتجنبوا اي غذاء مصنع. الله يحاول تاكل طبيعي، راه فراسك تاكل هزلافه ديال البصاره بزيت العود وكويس ديالها، اقسم بالله لا غذاء متكامل. علاش؟ لانه اصلا البصاره، تنقول البصاره بالنسبه لنا الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي البصاره، هي حساء الفول، حساء الفول بزيت الزيتون، والله والله العظيم لا غذاء متكامل، لان فيه البروتينات، فيه دهنيات طبيعيه، فيه الفيتامين، فيه كل شيء، فيه كل شيء، وفيه الكربوهيدرات، يعني غذاء متكامل. انا راه كليت زلافه ديال البصاره، كليت زلافه ديال البصاره مع خبيزه، ضربت 160 كيلومتر، ضربت 160 كيلومتر، ولكن راه شحن الجسم ديالي. دونك فاش نقول لكم الاخوان شحنوا الجسم ديالكم، تيخصو يتشحن يعني قبل من النهار اللي غادي نخرج نتريني فيه. مثلا عندي سباق، هذه بالنسبه للناس اللي كيديروا السباق، السباق ديما اخي العزيز كنشحن الجسم ديالي بالطاقه 3 ايام قبل من النهار اللي غادي نخرج، يعني يكون عندي فيه داك الاختبار، وكناكل يعني الاكل الجيد، وتناكل مزيان. فاش كنقول لك كل مزيان ماشي تقعد تاكل ليا كيلو نتاع البنان وكيلو ديال، لا داكشي راه خويا رد البال، راه يقدر يغلطك. والطاقه فاش كنقول تنهضروا على الطاقه، الطاقه شنو هي اللي كتجينا من الغذاء؟ الغذاء كيفاش خص يكون الغذاء ديالي؟ الغذاء ديالي تيخصو يتكون من واحد ثلاثه ديال الامور اللي هما ضروريين الله يجزيكم بخير، اللي هما الكربوهيدرات والبروتينات والدهنيات. ضروري وخص يكون عندك ديما الصحن ديالك يتكون من هاد ثلاثه الامور، زائد الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي كنقدر نلقاوهم في يعني في الخضروات ونلقاوهم في الفواكه. وعاوتاني حاجه اخرى عاوتاني اللي كتعجبني بزاف، هو النهار اللي كنكون سابق، مثلا عندي شي سباق ولا شي خرجه مثلا يوم الاحد، ولا شي خرجه للجبل ولا شي حاجه، هو انه كناخذ الكبده ديال البقر، الكبد ديال البقر غني بالحديد، الحديد مهم باش المكون باش يتكونوا عندي الكريات الدمويه الحمراء، كان تيكون فيها لي زاسيد امينين، الاحماض الامينيه اللي كتحمي العضلات، فيها الفيتامينات، فيها تي غنيه بروتينات غنيه جدا. انا كنصحك خذ الكبد راه ديال البقر ماشي ديال العجل، ديال العجل ناقصه شي شويه، ديال الخروف غادي ناقصه بزاف، خذ ديال البقر راه مبرع. من بعد على حسب الدهنيات والمسائل باش تشارجي لوكور ديالك مزيان، عاوتاني خذ المكسرات، مكسرات تاعهم رائعين جدا، خذ الافوكا على حسب الدهنيات تاعها مزيانه، البروتينات حاول تاخذ البروتينات الحيوانيه، السمك، اللحم، البيض، كاع صدور الدجاج، هادو هما مصادر ديال البروتينات مبرعين. الدهنيات كذا هو المثال، خذ السمك السردين مثلا، حاليا راه السمك السردين مبرع، السلام والافوكادو، المكسرات، الكربوهيدرات حاول كما قلت لك خذ لي بات، خذ البطاطا، خذ الرز، خذ، مهم نحاول نشارجي الجسم ديالي بالمكونات الغذائيه. ولا ننسى تاخذ حتى الاملاح المعدنيه والفيتامينات. كيفاش ناخذ الاملاح المعدنيه والفيتامينات؟ الاملاح المعدنيه والفيتامين كيكونوا في الخضر وفي الفواكه، نحاول ناكل ديما واحد الصحن ديال الخضر، والخضر عاوتاني ما نطيبهاش بزاف، نحاول نطيبها القياس، وبالاخص الخضروات الخضراء، الفاصوليا والورقيات، حتى الورقيات حتى هما راه مبرعين، حتى هما فيهم الفيتامينات مزيان والاملاح المعدنيه. دابا حاليا غادي تكون تتعرف اشنا هي القاعده الاساسيه اللي خاصك تتبعها باش يكون الاداء ديالك يعني مستقر في الطاقه، لان الطاقه كما قلت لكم دابا انت راك عرفتي علاش كتكون، عرفتي كيفاش تستعملها، عرفتي شنو اللي غادي تاخذ معاك، وعرفتي دابا راسك كيفاش غادي تشارجي الجسم ديالك بالطاقه. دونك ما بقى عليك غير دابا الكره راه هي عندك، دابا ما بقى لك انت كيفاش تعار، دابا بقات حاجه وحده هو تعرف تدرس راسك، درس راسك كيفاش ندرس راسي، هو فاش كنخرج كنتريني، هو نحاول نشوف
الاحاسيس ديالي في كل طريق والنوعيه ديالتها وفي الطقس شحال تيخصني ديال الطاقه شحال تيخصني ناكل وكيفاش خص يكون داك الجوده ديال الاكل اللي غادي ناكل فوق الدرجه حين داكشي اللي كندير انا ماشي بالضروره غادي يليق لك انت ولا غادي يليق لهذاك. كل جسم ديال الانسان راه فريد من نوعه وكل واحد اشكونيتي تماشى معاه. ولذلك كنقول لك اخويا فاش كون كتخرج كتريني ماشي نخرج غير كنبيدالي نخرج وميم طون نحس براسي كيفاش داير فوق البيشكليتا واش البيشكليتا اللي قاليا واش الطريق مزيانه كنمشي فيها مزيان اش من نوع ديال لي باركور كنمشي فيهم مزيان الطقس كيفاش كيكون الجوبه واش كنمشي فيه مزيان واش المهم انت كتبقى داكشي ديالك انت. ايوا ما تبخلش عليا لايك الى عجبك الفيديو ولا استفدتي منه ولا كنتي اول مره كتزورنا ما تنساش انك تشترك معنا في القناه وما تنساش ما تفعلش الجرس ديال النوتيفيكاسيون هذاك الجرس ديال النوتيفيكاسيون باش تكون انت من الاولين والسباقين اللي كيوصلوا الفيديو في الوقيته ديالنا. انا الشغف ديالي هي ركوب رياضه الدراجه وانتم المعمل كنتقاسم هذه المعلومات وقت ما كنلقى لي لايك ولي كومونتير راه كيعجبني داك الشيء وراه ما كيزيدني غير التشجيع. تبارك الله عليكم دمتم في رعايه الله ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.